تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها، وعلى مدار أسبوع نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمنية. ففي إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 6878 قضية تموينية متنوعة، وضبط 1813 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بمضبوطات 10682 أرجيلة، إضافة إلى غلق 6870 محلاً مخالفاً لقرار مواعيد الغلق. كما تم ضبط عدد 62964 شخصاً لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية. وإلى قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 8704 قضية تموينية متنوعة، من بينها 176 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 19529 اسطوانة بوتاجاز، وضبط 29 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 533936 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 8449 قضية تموينية بمضبوطات وزنت أكثر من 1872.5 طن سلع غذائية متنوعة. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 251260 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 36154 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 4527 من قائدي المركبات، تبين إيجابية عدد 273 سائقا منهم. كما تم المرور على 244 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 1136 من سائقي حافلات المدارس، تبين إيجابية 7 سائقين. كما تم رفع 264 سيارة و51 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية، تم ضبط 24979 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 889 قضية ومخالفة، أبرزها حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات شركات سياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 79205 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 82779046 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 249 قضية في مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبط خلالها 137 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات. كما تم ضبط 112 قضية في مجال جرائم المطبوعات. وفي مجال قضايا الأموال العامة، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 28 قضية في مجال الأموال العامة بقيمة مالية بلغت 106,587,440 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي،
تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 1968 قضية في مجال التهرب الضريبي بقيمة مالية بلغت 4,931,580,037 جنيها قيمة تعاملات مالية مخفى لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجاري فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 3,851,382 جنيها.